مرحبا فيكم مرة ثانية في مقارنة للأسعار أو شرح للأسعار الموجودة في كندا. احنا لسه في وولمارت، بنحكي اليوم عن سناكس تبعت الأطفال. أعتقد أنه هذا موضوع مهم جدا كثير، وكثير ناس بدهم يعرفوا هاي الأسعار، فخليكم معنا وشوفوا الأسعار. هاي الشوكولاتات اللي زي ما انتم شايفينها اسعارها 1.88، اسعار مغري كتير للاطفال. للاسف طبعا احنا هاي الشغلات مفروض نخفف الاطفال ياكلوها، بس هاي الاوريو مثلا، هذا الشيب شوكولات شيبس، الاسعار بديش امشي بسرعه بس شوفوها كلها، اعطيكم لمحه سريعه. مثلا في شغلات موجودة في بلادنا، زي ما حكينا احنا في الفيلم اللي في الفيديو الماضي، انه في كل سوبر ماركت بيعمل لحاله براند. زي ما انتو شايفين انا دقت هذا ودقت دقت هذول النوعين، هذا الجريت فاليو سعره 117 وهذا 227، فنفس الطعم نفس ال سوري هذه حجمها 150 هاي 300، لا نشتري هاي احسن. اوكي، فاحيانا بس بتلاقوا الاسعار ارخص. بدي اورجيكم شغلات زي هذا هذا بحبه الاولاد كثير، 3 4 6 يعني رمز الوحده. هذا البوشار، هذا اللي بيكون جاهز بس بتحطه بالمايكروويف، 2 4 6. هذا الشيبس للي بحب انواع الشيبس، on beef jerk، اللحم المنشفة، البزر، السرات، العلكة، الملبس سوفت كريم 128 جرام، هاي سعره 2 دولار. طبعا الان احنا في قسم الشوكولاته، هون يمكن نلاقي مقارنه كويسه في الجريت فاليو. زي ما انتم شايفين هاي سعرها دولار الشوكولاته، والليندل هي بيكونوا دائما تقريبا نفس المصنع، 2.5 تقريبا. هاي اسعار الشوكولاته، بحاول اخذ لكم اسعار ب هاي هون الشيبسات كمان، يعني هون برينجلز حقه 2.5 2.25 تقريبا، هذا 1.25 الجريت فاليو. زي ما حكينا لكم هذا سر مهم انكم تعرفوه، انه ممكن تجيبوا نفس البضاعة بأسعار أرخص. هذا مثلا الكيس تبع الشيبس أقل من دولار. اوكي، ليش؟ لأنه جريت فاليو. النفسه راح تلاقيه ليز، تلاقيه يعني هذا أكبر حجمه بس سعره 3 و4 دولار تقريبا. دوريتوز، هاي البوب كورن الجاهز،
تابع لحلقة السناكس أو للسناكس تبعت الأطفال، هذا اسمه يوب، سعره هون 50 سنت. أنا رحت هلأ شريته من محل ثاني أغلى. هذه تشيز ستيكس، هاي مثلا تشوكلتس للأطفال بكلر، الآيس كريم يا عيني يا عيني على اللي بيحطوا آيس كريم، هاي الأسعار هون للعلبة. هذا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، ان شاء الله نراكم في فيديوهات قادمه عن اشياء جديده. شرينا شويه بزر نروح نتسلى فيهم. اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعملوا شير مع اصحابك.